101 عام تمر الآن على ميلاد جمال حمدان المولود في مثل هذا اليوم الرابع من فبراير من عام 1928 بإحدى قرى محافظة القليوبية. يعتبره الكثيرون أحد أشهر الجغرافيين في مصر والتي كانت شغله الشاغل. درس حمدان الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة القاهرة وأصبح معيداً فيها، ثم سافر وحصل على الدكتوراه من بريطانيا عام 1953 وعاد للتدريس في مصر بعد أن كون خبرات عميقة وشاهد كيف يفكر العالم هناك ويخطط ويبحث. تجاوز حمدان تصنيفه كجغرافي شهير ووضع مؤلفات مهمة للغاية. خرج بالجغرافيا التي يعتبرها كثيرون علماً جثاً لا يقبل عليه سوى المتخصصون ويعرض عنه غالبية غير المتخصصين بكتابات احتلت الصدارة بجانب أكثر الكتابات تشويقاً على قوائم القراءة. يحظى حمدان بشعبية واسعة بين القراء من مختلف الأجيال، هذه الشعبية التي جعلت من كتبه مرجعاً دائماً ومصدراً للاقتباسات التي تفرض نفسها عند كل حدث. حصل على عدة جوائز وتكريمات داخل وخارج مصر، ومنها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1988، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1986، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية عام 1959، وحصل على جائزة التقدم العلمي من الكويت عام 1992. نشب حريق في شقته ولم ينجح أحد أن ينقذه، وقيل إن بعض المخطوطات المهمة ضاعت بسبب الحريق الكبير الذي قضى عليها، ليرحل في 17 أبريل 1993 عن عمر يبلغ 65 عاماً. إسراء سعد، آخر النهار.